وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة الإرهاب باسم حزب الله اللبناني إلى الشاب الأمريكي من أصول لبنانية هادي مطر، الذي حاول قتل الكاتب الأمريكي البريطاني سلمان رشدي في ولاية نيويورك في أغسطس عام 2022. وتعد هذه المرة الأولى التي تشير فيها واشنطن بهذا الوضوح إلى حزب الله المدعوم من طهران بالوقوف وراء الهجوم طعنا، الذي استهدف رشدي ونفذه مطر من خلال ندوة أدبية في غرب ولاية نيويورك، والذي كاد أن يودي بحياة الكاتب.